محمود محمد جواد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية العراق، رئيس الدورة 35 لمؤتمر العمل العربي. معالي الدكتورة ديانة الحاج عارف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية. معالي السيدة عائشة عبد الحاج وزيرة القوى العامة والهجرة بجمهورية مصر العربية. معالي السيد أحمد حمد عثمان مدير عام منظمة العمل العربية. أصحاب معالي أصحاب السعادة، يطيب للأمانة العامة أن تشارك في هذا الاجتماع الهام، هذا الاجتماع المحوري الذي ينعقد في كل عام. وهذا الاجتماع يضم ثلاثة من أطراف الإنتاج الأساسية والحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. في هذا الاجتماع يتم تدارس أمور كثيرة، البطالة البلدان العربية التحكمات والمواجهة. هذا التقرير وتقرير العام أرجو أن ينال القرارات اللازمة منكم في تطويره وتحديثه وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع. إن التعليم الفني والتدريب المهني هو أساس هذه الحكومة، ولقد أهملنا في عالمنا العربي الكبير وفي هذا الوطن الكبير تدريب الإنسان وتعليمه حتى تخلفنا مستقبلا. فإن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأمة، فإذا لم يكن هناك الاهتمام التام بهذا الإنسان وتطويره وتحديده وتأهيله فلن تكون لنا قائمة في هذا المجال. وكما تعلمون أن في شمال تدعو بكل صراحة إلى الإنجاب، فهناك ما نطلق عليه الصناديق الاجتماعية وصناديق الإدماج والتأهيل المهني، تجارب ناجحة أرجو أن يتم الاستفادة منها وتأميمها أو على الأقل بعض حضورها لكي تنمو في بيئة صحيحة مع أخذ الاعتبار بخصوصية كل بلد عربي. فلا يفوتنا هنا أن ننظر إلى الوضع الخاص كأصحاب الأعمال كأساس في عملية التنمية، لأن القطاع الخاص هو الدافع الأساسي وهو المحرك إذا أردنا أن نتقدم وتكون لنا مكانة بين الدول. فلا بد أن يتقدم الاقتصاد، وتجربة الاتحاد الأوروبي واضحة أمامنا. فالاقتصاد أولا، أما نحن في وطننا العربي فدائما الاقتصاد يعني ثانيا. فأرجو أن نكون نرى أن يكون هناك توافق بين الاقتصاد والسياسة في عالمنا، وأن نأخذ من الاقتصاد تجربة الحديثة ونرى ما لا يحدث بعد أن جربنا المبدأ الأول لسنين عديدة. أصحاب المعالي أيها الأخوة والأخوات، في قمة الرياض في مارس 2007 تم إعلان قيام مؤتمر خاص عن الاقتصاد، وسمي هذا بما يطلق عليه الاقتصاد والتنمية الاجتماعية أو المؤتمر التنموي أو ربطتم القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية. جميع هذه المسميات تدل على شيء واحد وهو التنمية المستدامة. ومن ضمن هذه الأمور الأساسية التي تم مناقشتها هو كيف يمكن أن نجعل من الاقتصاد محركا تمس المواطن العربي الذي دائما قائم على الصوره لا يستفيد من مؤتمراتنا ومنتدياتنا الاستفاده المباشره. فهذه القمه هيئت لخدمه هذا المواطن وتقديم افضل الخدمات لهذا المواطن بما فيها جميع الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه ما فقط، وطالب تشغيل الفرص الوظيفيه. وهنا ياتي دور اخر للقطاع الخاص وهو الاهتمام والاقتداء بهذه التي ألقيت عليه من ضمن القادة قادة الأمة العربية. وكذلك تزامن معه ويتعاون معه المجتمع المدني، فهذه قمة تعني بالأطراف الثلاثة أيضا، وإنما انطلق الأطراف تكثر فهي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني الكويتي يقوم بها. فالإعداد جاري لهذه القمة ومعالي أمين عام جامعة السيد محمود موسى يولي
اهتمام خاصا لهذه الفرقه، حتى انه عين مؤسسا عاما لهذه الفرقه. هذه القمه الجديده، هذه القمه الفريده، ولقد شاركت منظمه العمل العربيه اسره للبلاد واخواتها ومنظمات الاخريات بتقديم مشروع طموح، وهو يتكلم حول الوطاله والتشغيل، مشروع جميل جدا مقبول ايضا على جدول الاعمال. ارجو ان ينالوا كل الحب من الدراسه والتدريس والتربيه. اصحاب المعارف، اصحاب السعاده، ان قمه الخطوط في عام 2006 اطلق مبادره جديده، وهي الاهتمام بمنظمات العمل العربي المشتركه المتخصصه على ان تطور كفاءتها وادارتها وتتجه نحو الرقميه وتتخلى عن الانماط التقليديه سبب فيها خللا كبيرا. فبادرت منظمه العمل العربيه بقياده الاستاذ احمد عثمان وزملائه بمبادره طيبه، ولقد تم مناقشه التطوير الحديث لهذه المنظمه في اطرها وقوانينها وانظمتها واساليب عملها، وكذا بما ياخذ جميع المستجدات الحديثه الاداريه منها والسلوكيه منها، والتي أعطتها الرؤى الصحيحة لما سوف يكون عليه المستقبل، فاستشرت المستقبل وخططت له تخطيطا جيدا، وكل الشكر والثناء لنا من جامعة الدول العربية.